كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى، أول محاضرة الأصل ذا كوزز أوف ذا هيب. دكتور صالح طبعا ملتزم وعايز يبدأ في وقته، وإن كان المديرين المسؤولين عن تنظيم الكورس قالوا نبدأ 9:15 يدي فرصة للمتأخرين، لأن النهاردة بالنسبة للترافيكس يعني يوم خاص، فقلنا إن السماح ربع ساعة. اوكي، اهلا بحضراتكم وسهلا في اليوم الثاني لهذا الكورس، وطبعا شكر جزيل للقائمين على تنظيمه، الدكتور اسامه شاذلي، الدكتور محمد عطار، الدكتور تميم، وتحت رئاسه الاستاذ دكتور هاني حفني، ونرجو يكون يؤدي الغرض منه ونستفيد الفائده المرجوه باذن الله. This first session of the second day, we start with Dr. Saleh Lamil, and he is going to present his talk about the vascular necrosis of the hip. Shukran. A vascular necrosis of the hip. A vascular necrosis of the hip, or SL10 osteonecrosis, or osteochondritis dissecans, or Chandler disease, or بعض الناس بنسميها coronary disease of the hip. ليه different etiology، لكن ال pathogenesis is the same، اللي هو interruption of the blood supply of the head either temporary or permanent. Avascular necrosis of the head is the disease of young adults، most common between 30 و 40 سنة، male to female ratio 4:1، is common bilateral، bilaterality 60%، increasing incidence with trauma or alcohol or steroids. Annual incidence of avascular necrosis in USA هو 20,000 cases per year. 18-20% من حالات total hip replacement بتحصل due to avascular necrosis. The best elderly person are at increased risk of ADN. The answer no. السبب ان المين يعني fat cells which are important factor في pathogenesis of the vascular necrosis في elderly patient تبقى بيحصل لها atrophy وتبقى smaller. كمان المرو بيتحول لجيلاتينس مرو نتيجه the deposition of loose reticulum and colloid mucoid fluid، فبيدينا what's called gelatinous marrow. الجيلاتينس مرو ده بيبقى resistant to AVN. Blood supply زي ما كلنا عارفين ان المين blood supply of the femoral head بيجي من medial circumflex femoral artery with smaller contribution من lateral circumflex femoral artery و artery of ligament. عندنا المين blood supply بيجي من خلال lateral epithelial vessels، ودي المين blood supply من posterior superior retinal vessels. الهيب بتطلع من الميديال فيمورال سيركونفلكس ارتري، بيطلع من البروفاندا فيمورز. اللاترال بيفيزيال فيسلز دي بسبلاي اللاترال اند ميدل 1/3 اوف ذا فيمورال ارتري. الارتري والفلجمنتوم تيرس واللاترال سيركونفلكس فيمورال ارتري بيسبلاي ميديال 1/3 اوف ذا فيمورال ارتري. اللاترال بيفيزيال ارتريز دي ار اند ارتريز، ودي بتلعب دور في الباثوجينيسيس اوف افاسكولار نكروزيس نتيجه البور انستموزيس اللي موجوده ما بين الاتريفيزيال فيسلز. باثوفيسيولوجي، عندنا الاسباب انترافاسكولار كوزيس واكسترافاسكولار كوزيس. باثوفيسيولوجي انترافاسكولار كوزيس واكسترافاسكولار كوزيس. الانترافاسكولار كوزيس في جزء منها اكسترا اوسيس وانترا اوسيس. الانترا اوسيس عباره عن ارتيريال فاكتورز. الاكسترا اوسيس انترا اوسيس vascular causes عبارة عن arterial venous، ال extravascular intraosseous factor و capsular factor. نتكلم عن ال extraosseous vascular factor اللي هي ال arterial factor، وده هنا بنتكلم عن ال macro circulation. أي سبب lead to interruption of the lateral epiphyseal vessels أو macro circulation زي trauma fracture dislocation of the hip يؤدي إلى avascular necrosis. الانتراوسيوس فاسكولار فاكتور، وده بيشتغل على المايكرو سيركوليشن. اي سيركوليتنج مايكرو امبولاي
تعمل بلوكج للمايكرو سيركيليشن هتؤدي الى افاسكولار نكروز. وعندنا امثله كتير زي الفات امبولاي تحصل في الهايبرليبيديميا مع الكحول مع الاسترويدز مع سيكل سيل ديزيز نيتروجين بابلز في الديكومبريشن سيكنس او كيسون ديزيز. الانترا اوسيوس فاسكولار فاكتور اللي هي الفينوس فاكتورز اي سبب يؤدي الى obstruction of the venous drainage زي ايه؟ زي الهايبرتروفي اللي بيحصل للفات والفات لودنج اوستيوسايتس في حالات السيكل سيل ديزيز وكذلك في حالات الاستيرويدز والهايبرليبيديميا بيؤدي الى obstruction of the venous drainage وبيقلل الفينوس اوت فلو وبيعمل ستيزيس. كذلك الاكسترا فاسكولار فاكتورز اللي هي الانترا اوسيوس فاكتور اي سبب يؤدي الى انكريز الانترا كومبارتمنتال بريشر زي في حالات الاستيرويدز او كدايركت افكت على الاوستروجينيك سيلز دايركت توكسيك ميتابوليك افكت على الاوستروجينيك سيلز زي الكحول والاستيرويدز. الكابسولار فاكتور التروما الانفكشن الارثرايتس اي حاجه تعمل هيب افيوجن بتزود الانترا كابسولار بريشر وتعمل تامبونات على اللاترال ابيفيزيال فيسلز وتؤدي الى افاسكولار نكروز. سيكولي اوف ذا افاسكولار نكروز لو عندي مينيمال افاسكولار نكروز او مور سيفير افاسكولار نكروز بيعتمد على السايز للسيجمنت اللي فيها افاسكولار نكروز لو هي سمول سيجمنت ونوت ادجيسنت للارتيكولار سيرفيس ومش ويت بيرنج اريا البيشنت يوجوالي هيبقى سيمبتوماتيك وبيحصل كومبليت ريكفري. لكن لو هي السيجمنت دي كبيره weight bearing area adjacent to the articular surface usually patient ده هيبقى symptomatic و progressive disease و هي develop crescent fracture و collapse و هي pathway لل pathogenesis يوصل لل osteoarthritis of the hip. pathogenesis عندي within hours من الاسكيميا بيحصل cellular injury و death occurs within days بيبدا ال inflammatory response يحصل بيبدا يظهر الماكروفاج و neutrophils ويظهر صوره الديث اوف ذا بون في صوره امتي لاكن. لو انا خدت بايوبسي منها وفحصت الهيستوباثولوجي بتاعها هلاقي امتي لاكن. within weeks يبدا يحصل ريبير ميكانيزم تاخد طريقها يبدا الماكروفاج والاوستيو كلاست تو ريموف الديد بون والمارو ويبدا يحصل جرانيوليشن وفايبرس تيشو يتكون عند البريفري اوف ذا نيكروتيك سيجمنت والاوستيوبلاست تبدا تكون نيو بون فورميشن على الديد ترابيكلي. لذلك الدينستي اوف ذا بون ترابيكلي بتزيد في المرحله دي وبيحصل سكليروزس. within month لو حسب الليجن لو هو سمول ليجن هيحصل كومبليت ريكفري والهيلينج هي اندرجو كومبليت هيلينج والبيشنت بيفضل اسيمتوماتيك. لكن لو هو لارج ليجن الهيلينج بروسيس هتبقى ويك والبون ريزوربشن هيبقى اكتر من البون ديبوزيشن وهيحصل ان سبكوندرال بون كانسيلس والسبكوندرال بون هيبقى ويك ويحصل فيه مايكرو فراكتشر ويحصل كريسنت ساين ويحصل ابنورمال ميكانيكال ستريس. فبالتالي الارتيكولار كارتج نتيجه الابنورمال ميكانيكال ستريس بيبدا يحصل ديث اوف ذا كوندروسايتس وارتيكولار والارتيكولار كارتج اوف ذا فيمورال هيد اند سابلم بيكام ارثريتيك. الايتيولوجي عند التروما ستيرويدز الكحول ابيوز كونكتيف تيشو ديزيز زي سيستميك لوبس هيماتولوجيكال سيكل سيل ديزيز هيموجلوبينوباسيس ترومبوفيليا ميتابوليك زي الهايبرليبيديميا وجاوت ورينال فيلير سليب كابيتال فيمورال ايبيفيسيس بيرث ديزيز انفكشن زي الاوسمالايت والاتش اي في رينال ترانسبلانتيشن راديشن جوشير ديزيز مالجنسي كيسون ديزيز بريجنسي بيسفوسفونيت تستخدم في التريتمنت اوف افاسكولار نكروزس لكن بعض الاحيان بتعمل افاسكولار نكروزس اوف ذا جو. هاو تو ابروتش ا بيشنت وذ هيب بين لازم اخد ديتيلد هيستوري من البيشنت اعرف اذا كان في تروما دراج انتيك اني اذر جوينت انفولفمنت كونستيتيوشنال سيمتومز اني ميتابوليك اور اندكراينال ديس اوردرز البين الموجود ده الاكزاكت سايت المود اوف اونست الراديشن وات انكريز وات ديكريز البين ده ادريست with activity, the age of the patient عشان هيفرق في موضوع التريتمنت, الجيت انتالجيك جيت تريند لمبيرك. هنا ده الجوريزم بيوضح كل ازاي تو ابروتش patient with hip pain ازاي اعرف اقسمه ل posterior thigh pain, anterior thigh pain, lateral thigh pain وازاي اوصل لفاينل diagnosis من خلال ده.
من خلال الموضوع. To summarize, عندي الـ anterior hip pain أو growing pain لازم أرول أوت. Roll out the hip fracture with septic joint with avascular necrosis. The other causes are osteoarthritis, rheumatoid arthritis, with iliopectineal bursitis, lateral pain, or trochanteric pain. Roll out the hip fracture, bone tumor, referred the pain in lumbar spine. The other causes are trochanteric bursitis or osteoarthritis, with radiating in lumbar disc or facetal joint. Posterior hip pain. Roll out sciatic nerve irritation with sacroiliitis with lumbar disc. Will muscle strain. Presentation of history, trauma, corticosteroids, alcohol intake, medical conditions, and malignant thrombophilia, systemic lupus, sickle cell disease, pain, progressive with severity, will correlate with infarction. A deformity will stiffness the later stage. Limp will antalgic gait will restricted range of motion, tenderness around the bone, joint deformity, muscle wasting. Imaging modality and the X-ray. For our beginning 3 months, normal X-ray. Later on, we have osteoporosis, mottling, sclerosis, flattening, subchondral radiolucent line, the crescent line, later on collapse of osteoarthritis. The sequel will happen. عندي هنا باين في الاكس راي الاوسبروزس في الاول السكليروزس والموتلينج واخر سلايد على الشمال خالص الكولابس اوف ذا هيد. سي تي سكان، سي تي سكان بي اسس الاكستنت اوف ذا ديزيز والكالسيفيكيشن وي شو الارتيكولار ديفورميتي البون كولابس سنتر سكروزس اوف ذا فيمورال هيد. ذا سي تي سكان اوف ذا نورمال هيد مفيش ارتيكولار افكشن. اللي عندي what's called the asterisk sign ده بتبقى prominent thickened but normal trapezoidally. CT scan in EVN بيبدأ يحصل loss of the asterisk sign و subchondral fracture. ال MRI finding وده ال most sensitive و most specific modalities بيبدأ يحصل عندي focal lesion mostly بيكون في ال antero superior portion of the femoral head يبقى well demarcated. T1 low signal intensity. T2 بيبقى double line sign. Line band أو double band sign, band of low intensity و band of high intensity. The band of high intensity نتيجة the hypervascular granulation tissue. And MRI finding the T1 image showing a low signal intensity. T2 image, a double band sign, band of low signal intensity و band of high signal intensity. The bone scan is around the donut sign. Donut sign. High uptake وفي السنتر low uptake. الانترامدالر بريشر انا حطيت كانيولا في الميتافيسيس وقست البيز لاين بريشر وبعد كده قست افتر سلاين انجكشن. النورمال بريشر بيبقى من 10 ل 20 مليمتر ميركري بيزيد ل 15 مليمتر ميركري افتر سلاين انجكشن لكن في حالات الاي في ان بيكون البريشر اعلى من كده بكتير 3 تو 4 فولد. Differential diagnosis, different trauma, degenerative joint disease, osteoporosis, inflammatory synovitis, biphyseal dysplasia, biphyseal stress fracture, transient osteoporosis of the hip, osteomyelitis, يقول لك. في حاجة دايما بتلخبطنا مع الفاسكولار نكروزيس اللي هي transient osteoporosis of the hip. Transient osteoporosis of the hip الفرق ما بينها وما بين الفاسكولار نكروزيس، الفاسكولار نكروزيس usually بيظهر في صورة focal lesion لكن في الافاسكولار نكروزيس بتبقى homogeneous lesion وواخد كل الهيد والنك. تاني حاجة بيبقى مصاحب معاها joint effusion.
والشكل الام ار اي فاندنج واحد هوموجينس ليجن واحد الهيد والنك زي ما هيبان في الاكس راي اللي بعديها. المانجمنت بروتوكول لازم اعمل ايرلي دايجنوزيس راديولوجيكال ايفالويشن رول اوت الاذر كوزز اللي هو الديفرنشال دايجنوزيس الام ار اي والكوانتيفيكيشنز والتريتمنت الجوريزم. Quantification of the damage. ازاي احدد الدامج ده قد ايه؟ لازم اعرف السايت اوف انفولفمنت، السايز، التايب اوف انفولفمنت، هل هو بس مجرد بون مارو ديما ولا سيستيك ليجن ولا حصل سكلوروزيس ولا حصل كولابس ولا كومباينيشن كله. Classification اشهر classification هي بتاعت بول فيكات. الفيكات classification 5 stages. Stage 1 preclinical. Clinical features 0, radiological 0, مفيش أي symptoms وبالإكس راي بون سكان مفيش والإم آر آي. Pre-radiological clinical features موجودة، الإكس راي normal لكن البون سكان والإم آر آي بيبقى positive. Pre-collapse بيظهر clinical features بيبقى more intense وبيظهر في الإكس راي سواء كان البروزيس أو السكلروزيس والسيست. الإيرلي collapse ده ستيج 3 البين بيبقى مور سيفير، كريسنت ساين بتظهر وجوينت سبيس نورمال. اوسو ارثرايتس ده ستيج 4 بيبدا يحصل ارثريتيك تشينجز وفلاتنج ونارنج في جوينت سبيس. مشكله الفيكات كلاسيفيكيشن ان هي ما اتكلمتش عن السايت اوف ذا ليجن ولا السايز اوف ذا ليجن ولا الارتيكولار سيرفيس انفولفمنت. فجاء الاركو كلاسيفيكيشن هو موديفيكيشن من الفيكات لكن ضاف عليها ان هو حدد اللوكيشن بستيج. لو هي ميديال هتبقى تايب A، لو سنترال تايب B، لو لاترال تايب C. والكوانتيفيكيشن السايز لو اقل من 15% من الارتيكولار سيرفيس انفولفمنت بقت مينيمال او A، B 15 ل 30% مودريت، اكتر من 30% سيفير. في تايب C اللي بقى الثلاثة بدا يحصل كولابس ضاف عليهم قد ايه حصل كولابس، لو اقل من 2 مللي يبقى تايب A، لو من 2 ل 4 مللي يبقى تايب B، لو اكتر من 4 مللي يبقى تايب C. الكيربول انجل دي برضو بتديني فكره عن الارتيكولار سيرفيس انفولفمنت، بياخد الايمج في الاي بي واللاترال، الانجل ما بين التو الايدج الانتيرو بوستيرو في الاي بي واللاترال واحسب الانجل ما بينهم واضيفهم، لو الانجل يعني 205 فما اكتر تبقى لارج، لو 170 تبقى ميديوم، لو 130 او اقل بتبقى سمول. سيمبرجيتال كلاسيفيكيشن ده موديفيكيشن برضو ذا سيم من الفيكات كلاسيفيكيشن. كرايتيريا فور دايجنوزيس عند سبيسيفيك كرايتيريا زي الكولابس اوف ذا فيمورال هيد، سب كونترال ريديوليوسنت لاين، الانترولاترال سيكويسترم، البون سكان، الدونت ساين، الدبل باند ساين في تي 2، البون بايوبسي. النون سبيسيفيك كرايتيريا ممكن تبقى موجوده موتلينج سيستيك سكلوروزيس اوف ذا هيد، ام ار اي شون تشينجز ان بون مارو، بينفول موفمنت اوف ذا هيب ويز نورمال اكس راي، هيستوري اوف الكحول وستيرويد انتيك. الايم اوف تريتمنت ان انا تو بريزرف الهيب مش ان انا اعمل توتال هيب ريبليسمنت، عشان كده الايرلي دايجنوزيس والبروبر دايجنوزيس وكلاسيفيكيشن از امبورتنت. عندي هيد بريزرفيشن وعندي هيد ساكريفايس في التريتمنت. هيد بريزرفيشن وزود كولابس ويز كولابس، وزود كولابس ممكن نو تريتمنت دريلينج الون، كور كومبريشن، كور دي كومبريشن، كور دي كومبريشن وكانسيلس وفري فيبولار جرافت، كور دي كومبريشن وماسل بيديكل جرافت، كور دي كومبريشن وفاسكولارايز فيبولار جرافت. هيد بريزرفيشن ويز كولابس فارس اوستيوتومي فالجاس اوستيوتومي الديو روتيشن او انتيرو روتيشن اوستيوتومي سجوكا اوستيوتومي. هيد ساكريفايس في حالات الاوسيو ارثرايتس هنا التوتال هيب ريبليسمنت. فاكتورز ويتش افكت ديسيجن الكوز اوف ذا اي في ان، لو السيستميك لو كوز مثلا كولاجين ديزيز هيفرق. الايج اوف ذا بيشنت، هل هو elderly ايج ولا young ايج، فوق ال 45 50 ولا تحت ال 45 50، عشان الاوستيوتومي يوجوالي ما بنعملهاش تحت فوق ال 50. Staging and quantification, available technology and cost of treatment. Management principles, in early stage, one can argue is a FICAT type 1 or 2, or Stenberg type 1 or 2, bisphosphonate, will unloading osteotomies, will core decompression, will bone grafting. Intermediate stage, برجأ اللي هي type 3 4, realignment to osteotomy or decompression, late stage, arthrodesis or arthroplasty.
الميديكال مانجمنت يوجوالي بلجا ليها يعني او الميديكال تريتمنت ريلي يوزد في تريتمنت اوف افاسكولار نكروزس، لكن ممكن بلجا في ستيج 0 او 1 ان انا بروتكتد ويت بيرنج ان انا العيان ده يمسك كراتش يتحرك بيها. ممكن ياخد ادويه زي الانكسبارين لمده 12 اسبوع ديلي بروسيس او انترافينوس الوبروست وده فازو اكتيف بروستاسايكلين انالوج يعمل سيجنيفيكانت امبروفمنت في البيشنت ويز بون مارو اديما بون مارو اديما سيندروم اوس انكروز لكن داز نوت اولتر الباث واي اوف ذا افاسكولار نكروز. البيسفوسفونيت زي الالاندرينيت كان بيوزد to delay a definitive surgery. يعني أنا لو عندي عيان عايز آخر عملية 3-4 سنين ممكن أستخدم البيسفوسفينيت، لكن هي مش بتغير الستيج أو ال definitive pathway اللي هيحصل للديزيز. الإلكتريك والإلكترومغنيتيك والأكوستيك تريتمنت ميكانيزم أوف أكشن بتاعها إن هي local control of inflammation وبت enhance the repair activity and healing process by stimulating the neurovascularization, new vascularization and new bone formation. ودي أقدر أستخدمها في الستيج 1. الهايبرباريك أوكسجين برضه بيردوس الإديما وبيندوس الأوستوجينيسيس وبيردوس الإنترا أوسيوس بريشر وبي improve المايكرو سيركوليشن. البون مارو انجكشن بقدر أستخدم البون مارو انجكشن كأجفنت أو ككو جنك مع الكورد كومبريشن. سيرجيكال بروسيدور عندي كورد كومبريشن، اول واحد عمل كورد كومبريشن كان في كات وكان بيستخدمها في الستيج 1 و 2 ليجن في سايز A اقل من 15% اوف ذا هيد او B من 15 ل 30% اوف ذا هيد افكتد. ستاندرد تكنيك كان بيعمل كور 8 ل 10 ملم سميه كور تراك وده الستاندرد. ريسنتلي نقدر نعمل المالتيبل دريلينج ان انا استخدم بيركوتينيسلي ببونطة 3 ملي دايمتر من سنجل بوينت اوف انتري ادخل كذا تراك في النكروز سيجمنت. بون جرافتنج بروسيدور ايذر بقى بستخدم بون جرافتنج بروسيدور ثرو لاترال كور تراك او من خلال الفيمورال نيك ويندو زي اللايت بالب او من خلال الارتيكولو سيرفس ويندو زي في حالات التراب دور وستيب سيرجيكال ديسلوكيشن. ده كان كورد كومبريشن ثرو لاترال كورد تراك ده جرافتنج من خلال الفيمورال نيك اللي بنسميه لايت بالب باجي عن جنكشن ما بين الهيد والنك وبعمل ويندو وبعمل كيوريتاج وبون جرافتنج ونسميها لايت بالب بروسيدور. جرافتنج ثرو الارتيكولار سيرفيس ويندو اللي هي تراب دور اوبريشن بعمل سيف سيرجيكال ديسلوكيشن وارفع الفراجمنت بتاعت الارتيكولار سيرفيس واعمل كيوريتاج للنكروز بوم واعمل جرافتنج وارجع تاني الويندو، لكن مشاكلها ان هي تكنيكالي ديماندنج. تاني حاجه ياتروجينيك دامج للارتيكولار سيرفيس وممكن مع سيف سيرجيكال ديسلوكيشن يحصل افاسكولار نكروزس. ده صور بتوضح ازاي بعمل تراب دور في الكارتريج، برفع الفلاب اكحت واحط جرافت وارجع التراب دور في مكانها تاني. types of bone graft ودي هيجي ذكرها احسن في حالات في tumors. non vascularized bone graft و vascularized bone graft. non vascularized bone graft زي ما باخد الفيبولا او الاليا كريست. الفاسكولارايزد يا اما بتبقى ميديكال جرافت باخد البون بالميديكال بلاد سبلاي بالمسل بتاعها من المسل اللي اتاتش ليها وانقلها او ان انا بعمل فري vascularized fibular graft. ده مثال على البيديكال جرافت. الاوستيوتومي عندي فارس او فالجس اوستيوتومي ار كومبايند ويز فليكشن او اكستنشن ويز روتيشنال اوستيوتومي ترانستروكانتريك روتيشنال اوستيوتومي. الفالجس اوستيوتومي بستخدمها يوجوالي لما يكون ليجن انترو سوبيريور ويز فيمورال هيد ويز ليس ذان 20% بوستيري انفولفمنت عشان انقل النكروز سيجمنت. اه
بستخدم البلجس اوستيوتوم ريفلكشن لما يكون عندي النيكروتيك سيجمنت موجوده انتو سوبيرور ويز ليس ذان 20% بوستيرير انفولفمنت ويوجوالي البيشنت اقل من 45 وما يكونش على ستيرويد او كيموثيرابي. ده مثال للبلجس اوستيوتوم ريفلكشن. ده مثال للبلجس فيروس اوستيوتوم ريفلكشن اور اكستنشن. روتيشنال اوستيوتومي زي السجوكا اوستيوتومي ان انا بعمل روتيشن للهيد فبنقل النيكروز سيجمنت انتيرير اند انفيرير. ده روتيشنال اوستيوتومي. توتال هيب ريبليسمنت ده يوجوالي بستخدمها في كات تايب 4 في حالات الادفانسد اوستيو ارثرايتس اوف ذا هيب او في السمبر كلاسيفيكيشن تايب 4 تايب 5 6 سوري. بورست تانتلم رود انسرشن بستخدمه في كورد كومبريشن بعد ما احط فيبولار جرافت بقدر احط التانتلم رود. ثانك يو. ثانك يو فيري ماتش دكتور صالح فور يور نايس برزنتيشن اند كيبينج ذا تايم. اكوردنج تو ذا سكيدول ذا دسكشن ويل بي ات ذا اند اوف ذا سيشن. اور نيكست سبيكر از بروفيسور ابراهيم كنزوري. هيز جوينج تو سبيك اباوت سمثينج I think difficult to some extent, but important. Metallurgy and bearing